تجسد المسيح بحوالي 500 سنة. قال إيه زكريا في النبوة؟ ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. كلمة صهيون معناها الصخرة القوية، كلمة أورشليم، أور يعني مدينة، شليم يعني سلام، تبقى مدينة السلام. طب ايه المقصود بكلمة صهيون وكلمة أورشليم عبر الكتاب المقدس كله وبالأخص في سفر المزامير؟ نلاقي كلمة أورشليم، كلمة صهيون بتتكرر مرارا عديدة. الوحي والكتاب والروح والإيمان لا يتكلم عن أورشليم الموجودة في فلسطين ولا عن صهيون اللي في بلاد القدس، دي حاجة لا تعنينا. إنما المقصود بصهيون وأورشليم على الأقل حاجتين اتنين. واحد، الكنيسة المقدسة، عروس المسيح، أم الشهداء، جسد السري. الحاجة الثانية، النفس البشرية اللي هي موضع اعتزاز قلب الرب، النفس الغالية جدا عنده. ومن غلاوة هذه النفس لما جاي يخلقها، خلقها على صورته، ومن غلاوة هذه النفس لما جاء يفديها افتداها بدمه، خلقها على صورته، اشتراها بدمه، اقتنيتم بثمن. وخدوا بالكم ان الكنيسة والنفس دول مش منفصلين، لان الكنيسة المقدسة هي عبارة عن جماعة المؤمنين، يعني النفوس المفتداة المرتبطة معا بشخص الفادي. يعني احنا نحمل الصفتين، النفس وأيضا عضوا في كنيسة الله المقدسة. ابتهجي جدا يا ابن صهيون. النبوة هنا نبوة فيها روح الفرح، وفيها أيضا روح النصرة، وفيها روح الرجاء. فتبدأ النبوة بكلمة ابتهجي جدا، ما في ابتهاج يبقى نص نص، وممكن يبقى في ابتهاج من ورا النفس، لكن كلمة جدا
فيها تأكيد على روح الابتهاج. الابتهاج حالة فرح روحي عالية جدا تغمر النفس البشرية وتغطيها إلى التمام. أكثر شخصية اختبرت هذا الابتهاج هي ستنا العذراء مريم. بعد ما سمعت البشارة من الملاك جبرائيل وبعد ما ذهبت عند ألي صبات بدأت تسبحتها بالتعظيم والابتهاج، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي، تبتهج روحي بالله مخلصي.